بسم الله الرحمن الرحيم. بص انا بقى فورش، احنا فعلا موضه واحنا فعلا قررنا ان احنا نسكت وقررنا ان احنا نطاطي على حاجات كتيره بتحصل قوي في الرياضه المصريه، بس الوضع لما يوصل للدرجه الغريبه والغير طبيعيه دي من التعاطف الرهيب جدا اللي طالع من امبارح او الكلام الكتير جدا اللي بلاقي ان في شويه شباب بترددوا وفكره ان الفيديو مش بتاع مرتضى والفيديو مفبرك وبلا بلا 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 على سيدنا مرتضى منصور، يعني بسم الله ما شاء الله الراجل كل اسبوع بيطلع في خطبه يتكلم في الدين اللي هو مرتضى منصور اصلا دخل شتم الست في النادي عشان خاطر كانت بتدخن، مرتضى منصور اللي ما حدش بيخش النادي شورت وانت في عز الصيف علشان خاطر مرتضى منصور ليه مزاج انه ما يدخلش حد بشورت في النادي، مرتضى منصور ده بقى راجل طيب وراجل صعب جدا ان هو يشتم وصعب جدا ان هو يقول الالفاظ البذيئه دي، طب ما اتفرجش عليه لما كان بيشتم والمعاطي زكي وما اتفرجش عليه وكان بيشتم مين ولا مين ولا مين ولا مين ولا مين، انت فاكر ان انت كده بتعاند الاهلي لما تطلع تقول الفيديو مش بتاع مرتضى، انت كده بتقرر انك تشارك في المسرحيه بنت الجزمه اللي شغاله دي، يعني احنا عارفين ان مرتضى مش هيتحاسب وقلت الكلام ده امبارح، قلت راجل مش هيتحاسب بس ان الراجل يطلع بكل البجاحه غير طبيعيه دي ويقول الفيديو مفبرك وتسالني يا خطيب واللي انت بتعمله ده هيسبب فتنه، فتنه ايه؟ لا مفيش حد فشخ الرياضه في مصر غيرك، انتوا بتتكلموا في ايه؟ عايز تتكلم في الرياضه في مصر في منتخب؟ اتفرج على الفضيحه اللي حصلت في جنوب افريقيا، عايز تتكلم على التشجيع؟ شوف ان ما كانش في جمهور في البطوله على ملعبك انت وكاس امم افريقيا وكان في شويه موتى قاعدين في المدرجات، كل اللي بيعملوه ان هم بيسقفوا للعيبه وهم ما بيقدموش اي حاجه. عايز تصدق ان في اهلي وزمالك؟ مفيش اهلي وزمالك، كل الاهلي والزمالك بيداروا باسلوب خاطئ وادارات زي الزفت، والوضع المرزي في الكره المصريه، مستني ايه؟ مستني ان في حاجات تحصل؟ حاجات ايه اللي تحصل؟ انت ماشي ما تشاركش، انا مش طالب منك انك تغير، بس ما تشاركش، ما تطلعش تقول لا مرتضى ما عملش، لا مرتضى النادي من غيره، لا مرتضى النادي مش مرتضى ايه النادي من غيره؟ النادي مش مين اللي فشخ الزمالك اساسا من ساعه ما جه رئيس نادي وقبليها كان نائب رئيس نادي؟ انت بتتكلم على مرتضى هيعيد حقوق الزمالك؟ مرتضى ايه اللي بيعيد حقوق الزمالك يا ابني؟ يا ابني انا عمال اقول لك من زمان كل ده مسرحيه وكل ده وهم، بس انت عايز تصدق ان دي حقيقه مطلقه يا حبيبي؟ طول ما بيتم معاملة الرياضة المصرية كأنها عنصر غير مهم في الاقتصاد وكأنها عنصر مش مربح اقتصاديا، عمرنا في حياتنا ما هنلاقي كرة نظيفة، عمرنا في حياتنا ما هنلاقي مجالس إدارة محترمة، عمرنا في حياتنا حتى ما هنلاقي إن في أندية بتقدم كرة قدم. أنت فاكر آخر ماتش اتفرجنا عليه في الكرة المصرية كان ماتش إيه؟ كان ماتش الأهلي وسموحة، كان ماتش زي الزفت وماتش ممل جدا في عالم كرة القدم، ماتش ما فيهوش أي حاجة. أنت بتجيب مدربين كلاس سي وبتجيب لعيبة كلاس سي، بتجيب لعيبة أفارقة وكبروا على إن هم ما يلعبوش كرة غير في دوري ميت زي الدوري المصري. الموضوع بالنسبة لك صعب في الكورة، بس اللي بره الكورة بقى لما تاخد الزبط كله بتاع الكورة وتحطه في قنوات فاشلة زي قنوات الأهلي والزمالك، قنوات ما بتجيبش إعلانات، قنوات كل فكرتها إن هي عايشة على التعصب وإن أنا بس اللي صح وغيري هو اللي غلط وإن أنا بس اللي بفهم وإن أنا بس اللي عنده سكوك العبقرية وغيري مجرد تابع وغيري شوية قطيع وهم كلهم شوية قطعان، فالموضوع بالنسبة لك بقى غير طبيعي وبقى ممل، الوضع بقى ممل وبقى ابن 60 كلب. عايزين ترجعوا كورة إيه؟ كورتين انت عايزين ترجعوا كوره في مصر كمان بعد كل القرف اللي احنا بنشوفه ده؟ لو يقول لك ايه هو مفيش جمهور بيدخل الملعب ليه؟ ما ترجع جمهور، ترجع جمهور اذا كانوا هم على الفيسبوك وفي بره الملعب مش طايقين بعض، هتدخلهم ملعب يلعبوا بعض، يا اخي يخرب بيت كده. يا اخي ده في عز ما الاهلي ما كان بياخد كل البطولات كان الزملكاويه مقتنعين ان مرتضى منصور هو الوباء وهو الفيروس جوه النادي، ما كانوش مقتنعوا ان مرتضى منصور بيتحارب زي الكلام اللي موجود دلوقتي، هو كل واحد فاشل ومش عارف يدير المجلس بتاعه، يقول لك انا بتحارب، بتحارب من مين؟ واحد يقول تركي الشيخ بيحاربني، واحد تاني يقول لك اصل انا في ناس عايز وقع الزمالك، اللي هو يخرب بيت ام كده يعني حد بيحبك ايه؟ ده انت نائب رئيس نادي ما بتدخلوش، عضو مجلس اداره ما بتدخلوش، بتشغل شويه معرضين ليك يطبلوا لك في القناه طول اليوم وعادي الناس بتبلع، بس فكره ان انا الاقي ان في ناس كتيره طالعه تقول لا مرتضى منصور ما يعملش الفيديو ده وناس كمان ان هم يقولوا دي مش اخلاق مرتضى اللي هو يخرب بيت كده بجد يخرب بيت كده انتوا عاملين يا عمي انا بقول لك ماشي ما فينا ما لناش اي يد ان احنا نعمل اي ولا لينا يد في التغيير ولا نعمل اي حاجه في ان احنا نغير مرتضى منصور ونشيله بره الرياضه المصريه بس ما يبقاش ليك يد انك تشاركه في كل اللي بيعمله، انت ناسي برضو ان مرتضى كان موضوع كان ورا موضوع الدفاع الجوي، هتقول لي اثبت والمحكمه وانت واعمل وسوي، اقول لك بس. المشكله كلها ان في جيل دلوقتي موجود بقى بيتغسل دماغه وبقى بيتقال له حاجات اللي هو مرتضى عايزك تصدقها، فخلاص انا مش مستني منك اي حاجه، انا مستني منك انك بس تحترم حرمه الموتى وان انت عباره عن واحد ميت بيتلقن كلام علشان خاطر يردده علشان خاطر لغى دماغه ولغى كل حاجه، مش مستني منك انك تفكر تفكير عقلاني او اي حاجه استغفر الله العظيم، انا مستني منك انك تخلص لان كده كده مرتضى قاعد وكده كده مرتضى مفيش حد بيحاربه كده كده مرتضى هيفضل لسانه وسخ وهيفضل يشتم طوب الارض، فكل اللي انا طالبه منك انك تحترمنا وما تتكلمش، احنا خلاص احنا مسلمين على الله. ما الدنيا الوضع هيتغير امتى في الرياضه المصريه؟ الله اعلم، بس اللي انا مطالبه منك انك تسكت،
ما تقوليش الفيديو مفبرك، الفيديو حقيقي. ما تقوليش ان مرتضى ما في ناس ما تقوليش كل الهبل ده. كل اللي انا عايز اقوله لك، عايز انت بتحب مرتضى وعايز يكمل رئيس نادي، هتلبسه، هتلبسه غصب عن بوزك وغصب عن بوز اللي خلفوك كمان كاستمرار رئيس نادي الزمالك، واحتمال تلاقي احمد ابنه امير. ده اللي انت عايزه؟ تمام، ما تتكلمش.